اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى سائل السلايم. طبعا انتوا كلنا ما بتحبوه. اسمه ايه؟ جالكسي لاب. جالكسي ده يعني جاي من الفضاء، لاب يعني جاي من معمل. هنفتح بقى النهارده اللعبه الفظيعه دي، شكلها مشوق قوي، ونشوف ايه عالم الجالكسي الفضاء السلايم اللزق ده اللي انتوا عارفينه، وهنلعب بيه بقى النهارده ونشوف عباره عن ايه. العلبة بتاعته عجباني جدا. بصوا شكلها شبه الفازة كده او القلة الصغيرة، معجبة بيها قوي. مكتوب عليها ان ده غير صالح لاطفال صغيرين، يعني لازم يكونوا فوق على الاقل 4 سنين. بعدين بقى ممكن بصوا كمان مضحك قوي اللعبة دي، نفتحها بقى دلوقتي ونتفرج عليها ونشوف ان احنا نلعب بيها ازاي، واللي شكلها حلو قوي ومشوق قوي دي. هنفتح الاول الكيس من فوق اللي هو الكيس الشفاف ده، هنشيله. ايوه كده بالظبط، شلنا الورق كله اهو. بعدين بقى نفتح الغطا ونطلع بقى السائل اللزج من جوه. واو واو واو، يا ترى هنلاقي ايه جوه بقى في المعمل، في الايه، في العلبه الفظيعه قوي دي، مكتوب عليها جالكسي بقى وفي الوان كتير مختلفه من بره. انا متشوقه قوي، عايزه افتح اللعبه دي واشوفها. ايه ده ياي؟ بص ملصلص ازاي، انا كل شويه ايه ده، بص بتفعص ازاي وبيطلع لفوق. واو ده شكله حلو جدا، معمول من حاجه ماده ان هي بتضغط عليه، بص بيتلصلص ازاي. ايه ده، الله حلوه الفكره بتاعته، ان هو بيتضغط وبيطلع كده جاي باظص في وشي. بص بقى انا هنزله، يا خرابي، بص ملمسه ساقع كده وملصلص قوي وجميل جدا. بص نتفرج عليه، ده شكله بالوان الطيف كله، في لون الاخضر والاحمر والازرق والاصفر. ايه ده، الله ده حلو قوي، اللعبه الفظيعه دي معجبه بيها جدا. وبصوا قاعدين بقى بنشده ونطلعه كله ازاي، بضغط كده عليه فبيطلع كله. ده حته بقى فيها موف كمان وفيها تركواز. بصوا عاملين 3 حتت، هنفعصهم بقى كلهم مع بعض ونقعد نلعب بيهم. دي حته كبيره بصوا مش صغيره، وفيها كذا لون كتير قوي مختلف من بعض. طبعا هقعد بقى افعصهولكم ونتفرج عليه وهو بيتفعص النهارده، وريحته كمان جميله جدا، وممكن احنا نلعب بقى بيه ونعمل بيه حاجات كتير قوي مختلفه، لان هو اول مره اشوف سائل السلايم بالوان كتير قوي مزهزعه كده وحلوه، تحس ان هو ايه يعني صاحي. الاحمر مقزز شويه شبه اللحمه النيه، مش مشكله. الباقي بقى بصوا بيرتعش ازاي ما انا بلعب بيه. بصوا بيتفتح ازاي، ايه ده، الله ده شكله جامد جدا، والحاجات اللي فيه حلوه جدا. بيفكرني بنكته، مره واحد جه يفتح الثلاجه لقى جيلي بيرتعش، قال له ما تخافش انا جاي اخد الزبادي بس. انا بحب النكته دي قوي، مش عارفه ملهاش علاقه بالفيديو قوي بس انا بحبها. بصوا هنا بقى السائل اللزج ده لونه بقى هنا اخضر، لونه زي لون البارد بالظبط، اللي هو الـ اسمه ايه، بغبغان، نفس الريش بتاعه. وبصوا بيتفعص بيطلع لي الوان مختلفه ازاي، ايه ده، الله ده شكل الوانه حلوه جدا، عجباني قوي الالوان بتاعته الفظيعه دي مزهزهه، اللي شكلها جميل قوي. بصوا قطعتهولكوا حتت صغيره خالص، ممكن احنا بقى ايه بعد ما نقعد نفعص فيه، ولو احنا جينا لزقناه في حته ثانيه بيتغير لونه تماما. بصوا كده غيرنا الالوان بتاعته ازاي، زي ما قلت لكم نجيب حته صغيره بعدين نقعد نفعصها ونلف يمين وشمال، هيغير لي لونه خالص اهو. بصوا هرجعهم تاني كلهم مع بعض وافعصهم بقى كده، فيرجعوا لي واحد جديد بالوان تانيه مختلفه تماما. وعجبني فيه ان هو بيريح قوي الاعصاب، ممكن نقعد نلعب بقى بيه ونقعد نفعص فيه نغير الوانه كلها، وهيستحمل معانا التفعيص ده كله احنا هنفعصه له. وبصوا هنا بقى ايه، بنقعد نلفه كده ونهزه ونقعد نجربه. ايه ده، بصوا الله ده بيتهز بيعمل فايبريشن جامده جدا. تعالى بقى نرجع نحط تاني في الكوبايه بتاعته، هي دي بقى اللي بتحافظ عليه وتقدر ان هي تستحمل مكونات كتير منه، يعني نحط بقى فيه تاني. بص رجع شكله عامل ازاي، ايه ده، الله معجبه بيه جدا. قولي بقى اصحابي في الكومنتات ايه رايكم في السائل اللي هو السلايم اللي هو اللي في عالم الجالكسي ده اللي هو الفضاء، عجبكم ولا لا، عجبتكم الالوان بتاعته ولا لا. انا حاسه ان هو مبدع، اول مره اشوف واحد بالالوان دي، عجبتني جدا. بص بيتفعص ازاي وبيطلع في ايدي، الله ده شكله بيعمل كمان بلالين صغيره، شكله فعلا حلو جدا. عمال احاول افعصه عشان ايه ما يبقاش في اي هوا جوه،
فيقدر ان انا اقفل الغطا عليه واقدر ان انا اخلي بالي منه. بص اهو فعصته تقريبا كله، شلت الهواء اللي فيه عشان اقدر ان انا اقفله. اهو قفلته كده بالظبط. اتمنى اصحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في السائل السلايم اللي هو بالوان الجالكسي ده والطيف. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وبليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.